اليوم الفيديو عفوي اكثر من العاده، اول 4 دقائق منه حيكونوا فضفضه، فاذا ما بدكم تحضروه حنحط لكم الوقت هون على الشاشه، فشقوا هذا الجزء بعدين ندخل على الفيديو على طول. طيب، مؤخرا او اخر كم يوم بصراحه يعني وصلت هذا الشعور اللي كل فتره وفتره بوصله، عشان اكون صريح معاكم، بالسوشيال ميديا بالنسبه لي الصعب مش الانتقادات او التعليقات الغريبه او راي الناس، لا مش هيك، اصعب شيء بالنسبه لي انه الواحد يستمر تنزيل فيديوهات ويفكر بأفكار جديدة ويتعب ويصور ويمنتج، بالإضافة لشغله اللي أنا صاير مؤخراً عم بخلص شغل مثلاً ببلش من 9 الصبح ببلش بخلص على 7:30 بالليل، غير إنه لازم لسه أقعد مع أهلي وغير إني لسه لازم ألعب رياضة وغير كل إشي موجود في الحياة لازم أنزل على السوشيال ميديا، والصعب إنه لما أشوف الأرقام اللي صار لها فترة يعني على حسابات المختلفة سواء كان على الإنستغرام واللايكس اللي على الصور سواء كانت على التيك توك وال فيوز اشي مش طبيعي، واللايكس اللي عليهم يعني عليهم الله، قبل شهر الفيديو الواحد كان يجيب قد عدد مشاهدات الفيديوهات اللي هلا بطلعها بشهر، فالواحد لما يتطلع يعني مش سهل، ولا اليوتيوب بتصور بتصور بتساوي وبتنزل على التيك توك وبتحاول تحكي للناس يروح يحضروا بالاخير بيجيك 200-300 مشاهدة. هلا مش انه بدي اشفق على حالي ولا احاول اخليكم تحزنوا معاي وتقعدوا وتبكوا ونقلب الموضوع يعني الموقف موقف عاطفي، لا بس صعب صعب يعني الواحد بتعب 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 صعب. فبصفي السؤال هو انه يعني اوقف مثلا ولا شو اساوي، لانه اشي مرهق اشي مرهق، لا يعني لو الواحد بيشوف والله مشاهدات لو في دخل من وراء السوشيال ميديا بقول اوكي على الاقل في شغله بتصبر الواحد، بس بدون هاي الاشياء بحس انه اوكي يعني مش عارف شو يعني بيلعب دور كبير هون اللي هو الدعاء ثقة الواحد بربه، خصوصا انه احنا هلا برمضان، ويعني لا اخفيكم بصراحه بدعي ربنا يوفقني في شغلي وبدعي ربنا يوفقني في عالم السوشيال ميديا وصناعه المحتوى، لانه فعلا فعلا يعني هدول الشغلتين كتير انا بحبهم وكتير شغوف فيهم وبحط فيهم قلبي فعلا، يعني ما بدي احكي لكم انا والله لو بدي انجح على السوشيال ميديا بنجح، لا انا عم بحاول وعم بحط فعلا كل شيء بقدر عليه ما حخفيكم، بس ربنا لحكمة كاتب انه هلا ما اشوف هاي المشاهدات، لهلا الدخل اللي بيدخل عليه من السوشيال ميديا ولا اشي تقريبا، اخر كم اعلان عملته المشاهدات عليهم كان يمكن 4000 مشاهدة 10000 مشاهدة which is nothing، يعني لما كنت انا اقيم الاكل كنا متعودين احنا 2-3 مليون فيوز، فربنا كاتب كل هذا لسبب معين، واحنا كبشر لانه طبعا ما عندنا علم الغيب وما بنقدر نشوف لقدام ما بنعرف ايش الحكمه، هون هذا اصعب جزء انه الواحد يوثق اول شيء بربه، واحد يوثق في الجيرني في الرحله، مهم 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 مهم، فعشان هيك هاي هي الفتره الصعبه لازم يسكر حاله فيها انه ربنا كاتب الخير، ربنا هو هيك بده لسبب واضح لسبب معين، ف والله يعني مش سهلة مش سهلة هاي المرحلة، ولأي حدا في حياته عم بيحضرني وعم بتعب وعم بحاول شغلة معينة مش ضابطة مع انه هو فعلا عم بحط فيها كل قلبه، بدك تعرف انه ربنا هو كاتب انه هيك يصير لسبب، ربنا يمكن مأخر لك النجاح يمكن كاتب لك النجاح في اشي تاني في مجال تاني بطريق تاني، يعني تخيلوا مبارح مثلا انا حضرت فيديو لأحمد أبو الرب بيحكي فيه عن شغلة وانا عارفها انه المشاهدات عند الغرب عند الاجانب يعني بامريكا وببريطانيا الى اخره المشاهدات بتجيب فلوس كتير اكتر من مشاهدات الوطن العربي، يعني نفترض واحد على اليوتيوب نزل فيديو جاب 1,000,000 فيو في الوطن العربي لو جاب نفس الفيوز في بلد اجنبي بيجيله فلوس اكتر، هذا اشي معروف، طب انا بحكي اوكي انا بحكي انجليزي الحمد لله بطريقة مرتاحة جدا وبقدر اصور فيديوهات ابلش اسوي انزل انجليزي فببلش واحد افكار متناقضة او مختلفة او ببلش يحس انه ملخبط انه يعني هل انه الطريقة اللي انا بحاولها غلط هل انه ما بعرف ما بعرف، فهاي هي الافكار، طبعا 4 دقائق من الفيديو في هذا الموضوع، فبدي اخفف او اغير جو اروح على المول، الحمد لله وصلوني كروت قسائم شرائية ممكن تقولوا بقيمة 2,000 درهم الحمد لله، وبخصوص يوم ميلادي اللي كان قبل شهر فهلا اول فرصة بقدر اروح فيها على المول عشان نشتري فيهم ونشوف كيف ممكن نغير جو وهيك، يعني باخذكم معي في رحله المول زمان عن هيك فيديوهات، فخلينا نشوف شو بيطلع معنا بالفيديو شو بنشتري، بصراحه في شغلات كتير بسيطه في بالي يعني ومش هالقد يعني مثيره للاهتمام بس بنشوف شو بيطلع بينا، فاظن الفضفضه هون فول ستوب وصار وقت تغيير الجو في المول، يلا بنشوفكم جوا. هذا هو الباركينج المفضل عندي في المول، مش بس عشان السيارات اللي بصفوا هون لانه باليه طبعا الصف لحالها، بس عشان تصفها 250 درهم، بتشوفوا الناس اللي عندهم سيارات ما شاء الله بالنسبة لهم 250 درهم مش ولا يعني ولا إشي،
فهذا أول جزء ليش بحب الباركينج هذا. ثاني سبب عشان المحلات أول ما تدخلوا اللي هي بالضبط جنب المدخل، يعني طبعاً مش بس أي محلات، ف يعني حتى هذا المقهى يعتبر من المقاهي الراقية، فبحب أصف هون بقول يا رب الله يرزقنا إن شاء الله عن قريب، وحنكون إحنا من رواد هاي المحلات باستمرار إن شاء الله، ربنا قادر على كل شيء. فهي على التكملة ديور جوتشي أنا عندكم من لوي فيتون، فهذا مستوى المحلات اللي عند هذا المدخل اي بي اوردينال توداي الله يرزقنا. هذا محل ساعات اشي فخم، بس الساعة الوحدة قد ايش؟ راتب سنتين ثلاثة بدون ما الواحد يصرف ولا درهم. يمكن تستغربوا بس أول محطة اليوم هي كارفور، في كم شغل بدي أشتريهم أوريكم شو في ببالي. أول خطوة زي ما أنتم شايفين ماكينة حلاقة بتاعتي صارت قديمة، فصار وقت ايش نجيب واحدة أجدد ودقة أكثر. صار وقت هلا عن جد نجيب إشي مضبوط كهدية، فخلينا نجرب هدول شوف معكم شو أنسب خيار. أوه هاي عجبتني كثير. شو رأيكم بس؟ شوف إذا في مقاس شوي أصغر بس عجبتني. كيف بس؟ واو. خلصنا من زارة. الواحد بيسأل ليش ما بيركبوا مكيفات في غرف التغيير؟ سؤال بيطرح نفسه بوكسات، ما بعرف. هذا المحل قصة لحاله، يا الله الله يرزقنا إن شاء الله إن شاء الله على قريب. هذا صراحة جول من يعني أو هدف من الأهداف اللي عندي إياها إن شاء الله، بس ربنا يكتب لنا إياها إن شاء الله تصير يا رب. سؤال لإدارة المول، معقول مش عارفين إن الدنيا رمضان؟ كل المقاهي والمطاعم يعني عادة بتكون مغطية أو مسكرة أو حتى بيشيلوا الطاولات، بس مش عارف شو صار يعني برمضان خلص قرروا إنه يخلوهم، ولا في مراعاة للصائمين ولا في شيء غريب. يعني نكمل رحلة البحث عن راعي. بتعرفوا لما تشوفوا حالكم بالمراية وتقولوا عن جد عن جد إني نورت المول؟ المول نور بوجودي. يا الله يا أخي درجة الحرارة 40 ولسه في جاكيتات زي هيك عم تنباع، شو الوضع يا جايز؟ خلص شيلوهم من الرفوف. لاحظت أنا شو مشكلتي، ما عندي صبر أبداً لما أروح شوبينج، يعني خلص صار لي ساعتين ونص تقريباً بدي أخلص وأطلع. بلشت أتعب مظبوط، بلشت أتعب، وعن جد المطاعم بلشت تزعجني كتير، كل مكان المحلات مكشوفة مفتوحة، يعني وضع مزعج جداً. الله يعين. بس الجزء الثاني من الفيديو يعني اللي هو الجزء تاع المول على الأرجح من أتعس الأجزاء اللي صورتها هاي السنة أو حتى على قناة اليوتيوب. على كل حال هذا اللي طلع بإيدنا، فإن شاء الله تكونوا استمتعتوا، ويمكن يكون في جزء تاني. بصراحة ما توفقتش غير بأول كم كيس، وهنا متجهين على البيت عشان لحق الفطور. فشكرا لكم حضرتوا، شوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله.